توجت الخيالة السلطانية بثلاثة كؤوس في منافسات سباق دبي الدولي الذي أقيم على مضمار نيوبيري البريطاني، وتوج الحصان نفيس بالمركز الأول في منافسات الشوط السادس، الشوط الرئيسي الذي خصص للخيول العربية الأصيلة الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، فيما حققت المهرة ثروة المركز الأول في منافسات الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر. هذا وحسم الحصان الشامي للخيالة السلطانية منافسات الشوط الرابع الذي خصص للخيول العربية الأصيلة الفئة الأولى شوط مضمار جبل علي لمسافة 1200 متر، كما حقق الحصان لهيب من إنتاج الخيالة السلطانية المركز الثالث في منافسات الشوط الثاني الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر. وللحديث عن هذا الإنجاز للخيالة السلطانية ينضم إلينا عبر الهاتف العميد أول عبد الرزاق بن عبد القادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية. بعد الترحيب بك نبارك لكم هذا التتويج وهذا الإنجاز. العميد أول، كيف كان الاستعداد لهذا السباق؟ مساء الخير. الحمد لله، يعني من حوالي شهرين ثلاثة الخيول موجودة في بريطانيا هنا وبعضها في فرنسا تشارك في السباقات. طبعا التأهيل لهذا الأشواط دائما ياخذ وقت مبكر، يمكن شهرين ثلاثة تدخل في الخيول في السباقات، الفرسان يتأهلوا وينضموا إليها. لكن عادة بعض السباقات الكلاسيكية الكبيرة طبعا احنا نروح نستعين بالفرسان العالميين مثل ما حدث أمس. والشوط انت على الهواء؟ اي نعم معك. امس بدأنا الحمد لله في مضمار نيوبري. في كل سنة سباق الخيل السنوي اللي يقام هناك في مدينة نيوبري، طبعا مضمار كبير ومشهور، يقام شوط الخيول العربية الأصيلة. وهذا الشوط طبعا تشارك فيه النخبة من الخيول التي يعني تمر في السباقات العالمية دائما وتشارك فيه. شاركنا في بداية الأمر نحن في الشوط الثاني لهيب من الخيالة السلطانية، لهيب أيضا من توليد الخيالة السلطانية، لكن ما توفق الحصان لهيب وحصل المركز الثالث. نعم، هل واجهتم صعوبات في فترة تحضير الخيول للسباق؟ لا ما في صعوبات، الشباب يتدربوا والخيول تتدرب عادي، يعني ما في شيء الحمد لله. هو أهم شيء إنه إيش الواحد يعني تنقية الخيول لهذه السباقات، يعني كيف تنقي هذه الخيول، كيف تخليها مستعدة عشان تشارك في السباق. الشوط الثالث اللي كان مع الخيول العربية الأصيلة سباق الفئة مسافته 1400 متر، نحن شاركنا هناك فيه بثلاثة خيول، ثروة وهداية وانسياب. هذول الثلاثة خيول دخلوا في هذا الشوط. طبعا الشوط هذا فيه كان حوالي 12 خيل كانوا فيه تقريبا 12 خيل. الثروة طبعا فازت في هذا الشوط وكان الفوز مستحق لها بعد تعرض الحصان الإيطالي عليها، لكن طبعا الشوط كان من نصيبه وهذا كان مسافة 1400 متر. طبعا نحن انبسطنا كثير لأنه الخيول هذه الخيول توليد محلي، هذا اللي يخلينا يعني كثير. جينا على الشوط الرابع. الشوط الرابع خلينا في الشمي سباق يسمونه سباق السرعة هذا لأن مسافة قصيرة 1200 متر. نحن سبق فزنا في هذا الشوط ما لعام، قبلها بثلاث سنوات كل مرة كنا نفوز بالمهند. والشمي هذا أخو المهند من أم وأب، يعني
هذا يسمونه سلالة كاملة من أب والأم، والحمد لله رجع الشوط لنا في هذا السنة أيضا بفوز الشمي. نعم دخلنا طبعا في الشوط الكلاسيكي مسافة 2000 متر اللي في الحصان نفيس، شاركنا فيه، والحصان هذا فيه يعني أبطال مثل الموفق مثل المحداث. رضا كان فايز بكأس دبي العالمي، وهو بطل كلاسيك كحيلة كلاسيك. الحمد لله طبعا ونفيس أدى شوط كبير أمس وفاز في هذا الشوط، وذكرنا بميسور نعم على هذا الإنجاز معنا الطيب. جميل. والحمد لله الزين اللي في أمس إنك تفوز في 3 سباقات كلاسيكية صحيح. اللي هو هاتريك، وهاتريك ما في سباقات عادية، لا هذا في سباق الفئة، سباقات الفئة يعتبر سباقات الجودة في الخيول العربية الأصيلة. والحمد لله يعني، وكان يوم ممتاز، يوم كبير، انبسطنا كثير، نعم. نبارك استمتعنا لكم مرة بالجو. أخرى فوز خيول الخيال السلطانية بالمراكز الأولى في سباق دبي الدولي. العميد أول عبد الرزاق بن عبد القادر الشهوارزي، شكرا لك.